سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. شكرا ليكم. وطبعا انا سعيد جدا ان انا يعني بشارك اول مره في حياتي في مهرجان في المحبه بجد وفي الاخلاص بجد. ويا رب يبقى الاخلاص طالع من قلوبنا بجد. وعايز اقول لكل من دعاني المهرجان ده ربنا يجازيه خير. وعايز اقول لكم كلكم يا رب يحشرنا جميعا مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وكل سنه طيبين. وانا سامحوني انا يعني انا مش عارف اتكلم خالص، بس اللي اقدر اقوله عليكم يا رب يجمعكم كده بالحب دايما
وبالصدق دايما، وكل سنه وانتم طيبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. اكيد كلماتك الجميله وصلت للقلوب اكيد يا حماده. شكرا لك حماد هلال من جمهور